الكريم، تحية تربوية، تحية نضالية، تحية الصمود من مدينة البيضاء الصامدة. اليوم الأساتذة المتدربون يجسدون مسيرتهم الرابعة، مسيرة من مدينة البيضاء، المسيرة البيضاء من مدينة البيضاء، لنعبر ولنجسد ولنؤكد على صمودنا، صمود تاريخي لأساتذة الغد، 5 أشهر وقد تدخل إلى شهرها السادس من المعارك النضالية المستمرة. نؤكد على حقنا العادل والمشروع الذي تحاول هذه الحكومة المتعنتة أن تسلبنا إياه، وهو حقنا في الوظيفة بعد اجتيازنا لمباراة الولوج لمراكز مهن التربية والتكوين. الأساتذة المتدربون، أساتذة الغد، يؤكدون مرة أخرى على الصمود ديالهم بوفودهم بأعداد غفيرة قد تصل إلى 50,000 أستاذ اليوم في مدينة البيضاء. خمسة أشهر من سياسة التجويع، من سياسة التخوين، من سياسة الضرب، من سياسة القمع، ولا زال الأساتذة المتدربون صامدون، لا زالوا مستمرين في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.